قبل ما أبدي لكم المقطع يا حبايب، جيهان نزلت مقطع وطلعت لكم وجهي. الصراحة المقطع يمكن يحذف أو أي شيء، الرابط بالوصف والتعليقات، روحوا دخلوا المقطع وشوفوا كل شناري بفضائح وأشياء خرافية. اوكي حبايب، مثل ما شرحت لكم حاليا الفكره، واللي هي عباره عن رده فعل على مقاطع دليل حب انا شايب وبيسان. قبل ما ابدا المقطع اول شيء خلينا نرحب بجيهان ونقول له هلا جيهان، شلونك؟ مرحبا فهد، كيفك؟ شو اخبارك؟ الف الحمد لله طبعا، وان شاء الله اليوم جاهز للمقطع الناري اللي راح نسوي ويا بعض. اكيد جاهزه، كثير كثير جاهزه ومتحمسه كمان. اكيد تعرفين بيسان وانس انكو هو يشكوك يقول لك بيناتهم علاقه حب، فاليوم راح نشوف هذه المقاطع وراح نشوف هل فعليا اكو علاقه حب للناس دي يتوهمون. اوكي، تحبيهم انا شايب وبيسان ولا لا مع بعض؟ لا اكيد 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 بحبهم. اول فيديو يا حبايب كاتبين عليه انس يحضن بيسان اسماعيل، مشهد رائع، خلينا نشوفه ويا بعض. اوكي والله ما بعرف شو تقول. هاي مش مشكلتنا، مش عم تزبط معك. احسن غيرك لا والله. طبعا هذا هو الفيديو الاول انه انا بدي احضن بيسان، بس انه هو راح ذبح بالبحر فباكو رومانسية بالموضوع. بس اني شو رايك بالفيديو؟ رأيي علاقتهم كثير كثير حلوة على فكرة، يعني بالسوشيال ميديا كثير كثير بحبهم سوا، يعني فيديوهاتهم كثير حلوة وكل شيء بيخصهم يعني كثير حلوين سوا لابقين لبعض. بس شو رايك بالمقطع الاول انه هل هو الدليل برايج انه مثلا انهم يحبون بعض؟ يعني اكيد مثلا اذا شخصين ما يحبون بعض او شخصين ما يطلقون بعض اكيد ما راح يجي يحضنها، يعني خصوصا انهم نفس البرج ويعني نفس البرج، يعني برج واكبر من نفسنا. بس تلامس بيناتهم بالفيديوهات بشكل اكبر مثلا من نور وقمر، لانه مثلا نور وقمر ما عانين حبهم، هذول نوعا ما عانين يعني، بس مو بشكل رسمي، فتحس انه اكو تلامس بيناتهم، واحد يمسك الثاني. انا يعني اصلا صراحه يعني بحس انه في علاقه بين انس الشايب وبيسان اسماعيل، بحس انه هيك كثير بينبقوا لهم على فكره، لو مرتبطين بتمنى لهم ان شاء الله يا رب هيك الخير وده يصير بحياتهم ويتجوزوا ان شاء الله يا رب ويتهنوا يا رب. اكيد ان شاء الله يا رب. اوكي حننتقل حاليا للفيديو الثاني. الفيديو الثاني يا حبايب كاتبين عليه دليل حب بيسان وانس. اوكي خلينا نشوف الفيديو ويا بعض. طب نبلش بين بيسان اكيد وانس اكيد مليون بالمية. طرططط عصافير الحب يا لالا. هذا بيجي انس، انت تتجوز انس؟ هي مفاجأة. لا لا قولي قولي نتشرف يعني. اوكي اوكي شو رايك في هذا الفيديو؟ طبعا اذا ما فهمتي انه هو سال انه هل تتزوجين انس وهي قالت يب، وحط ايدها على الكاشف الكذب، وكشف الكذب هم اكد الجواب مالتها، يعني قالها انه هي صحيحه. فشو رايك بهذا الفيديو؟ الفيديو كثير حلو. انا انه صراحه انا بحس انه بيسان اسماعيل وانس شايب انه عن جد في علاقه بيناتهم، وعلاقه كثير هيك منسجمه ما شاء الله، وعلاقه كثير حلوه، واتمنى لهم الخير يعني. والفيديو كمان كثير حلو، يعني انا بحسه دليل، يعني دليل يعني صار خلص اخذته بالضبط. هذا الفيديو وحده واضح انه هو دليل الصراحه على حبهم، انه اكو فعليا علاقه من بينهم. وبالاضافه مره من المرات كنت اسوي حديث بيني وبين انس شايب، صار يعني اكو خلاف قديم بيناتنا، فدز لي فويس قاعد يقول لي انه هي بيسان حبيبتي، راح اعطيكم اياها حاليا اسمعوه. وحبيبتي وقريبا ان شاء الله راح تكون خطيبتي. فاكيد شخص مثلا ما راح يجي خاصه يقول لي الي اذا ما البنيه فعليا حبيبته او اكو شيء بيناتهم، صح؟ صح صح انا معك. اوكي حبايب، طبعا للاسف جيهان طفى عدا الكاميرا، فاعذرونا يا حبايب ما كملنا لكم المقطع. على كل جيهان نزلت مقطع، روحوا شوفوا يا حبايب، واكتبوا لنا بالكومنتات قد تقييمكم انه بيسان وانس يحبون بعض من 10، وبنفس الوقت منو حابين نسوي بالجزء الثاني مثلا منو ويا بعض دلائل حب. وبس تشاكوا فهد زين وجيهان، وبس احبكم، مع السلامه.